كبرت طلبة الزكاة يا Thank you.
طبعا شاهدنا مشاهدي الكرام مازن واحمد يبتا وليلى وبقيه البنات اللي شاركوا اليوم في اداء واحده من الرقصات السوقطريه، ومعنا واحد من الشباب المحترفين اللي نقدر نسميه محترفين. عرفني عليك. مبارك خميس. مبارك، ايش رايك في اللي شفته؟ ايش اسمه الرقص؟ احمد ضاع علي. طيب انت شاهدت الان الزامل، شاهدت الزامل اللي يعني نفذوه الشباب والحصان اللاتفيين، تقييما الرقص جميل جدا في بعضنا عن مبتدئين، بس اجمالا نقدر نسمي نجاح ولا بنجاح؟ ايوه ما تقدرش نجاح. قبل ما ننهي الحلقة خلونا نشوف الرقصة الزامل على أصولها من أخونا مبارك. دقيقتين الإخوان مطهر يبدأ. اشرح له اشرح له يا اشرح له.